المملكة تدين تفجير كابول الانتحاري وتعلن وقوفها مع أفغانستان ضد الإرهاب والتطرف. الجيش اليمني يحاصر الحوثيين في صعدة ويتقدم في محافظة البيضاء. وزير الخارجية الأمريكي يدعو المجتمع الدولي لمواجهة أنشطة إيران الإرهابية في المنطقة. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، هذه نشرة مفصلة ويرافقنا في لغة الإشارة الزميل محمد الأسمري. إلى التفاصيل. عبر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير المزدوج الذي وقع في العاصمة الأفغانية كابول مخلفا عشرات القتلى والجرحى. وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية أفغانستان الإسلامية حكومة وشعبا مع التمنيات للمصابين بسرعة الشفاء، مجددا في الوقت نفسه وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف. طلب مجلس الشورى الهيئة العامة للمنافسة بإخضاع إجراءات تملك حقوق البث الحصرية لمباريات كرة القدم لأنظمة المنافسة العادلة وبناء الشراكات لحماية المستهلك. كما طالب المجلس في قرار آخر مكتبة الملك فهد الوطنية بجدولة أنشطة تنفذ على مدار العام يكون منطلقها الكتاب. ناقش خلال الجلسة تقرير اللجنة المالية بشأن معايير الطرح الإلزامي لشركات التمويل للاكتتاب العام، وتقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح تعديل الفقرة ألف من المادة 16 من النظام الصحي. وكان مجلس الشورى وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة ووزارة خارجية جمهورية الفلبين. استقبل معالي وزير الخارجيه الاستاذ عادل بن احمد الجبير اليوم وفدا من اعضاء الكونغرس الامريكي برئاسه رئيس اللجنه القضائيه في مجلس النواب عضو الكونغرس بوب جودرات. وجرى خلال اللقاء استعراض القضايا الاقليميه والدوليه ومستجداتها بالاضافه الى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما استقبل الجبير سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة لي هواشن، وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 7 عقود لتنفيذ مشروعات إنسانية وإغاثية مختلفة في إطار الدعم الإنساني الذي تقدمه المملكة للمحتاجين في مختلف العالم. استكمالا للدور الإنساني الذي تقوم به المملكة العربية السعودية، وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 7 عقود بأكثر من 4 ملايين دولار، منها 5 لرفع معاناة الشعب السوري داخل بلادهم في المناطق الأكثر تضررا واللاجئين منهم في مناطق هاتاي وكيلس وأورفا في تركيا وغيرها من المناطق ذات الأولوية، بالإضافة إلى 2 لصالح اللاجئين الروهينجا في ميانمار وبنغلاديش. إحصاءات عامة عن المركز منذ إنشائه، في خلال 3 سنوات فقط المركز استطاع أن يصل إلى 40 دولة وأن يقدم 417 مشروعا، ولعل هذه الإحصائيات محدثة لآخر دقيقة هذا اليوم، فأنتم أول من يسمع عن هذه الإحصائيات المحدثة لهذا الملتقى الذي يستحق منا الإشادة. المملكة قدمت من خلال المركز مبالغ تصل إلى 1.7 مليار دولار أمريكي 40 دولة في العالم. المركز كذلك حريص على أن لا ينسى الفئات الأكثر تضرراً في الأزمات، وأنا أعني بذلك المرأة والطفل.
المشروعات المقدمة تستهدف توفير المستلزمات الدراسية للطلاب والمدارس السورية وكفالة الأيتام ودعم سبل العيش وتنفيذ مشروع إفطار الصائم في شهر رمضان المبارك للاجئين السوريين ولمهجري الروهينجا في ميانمار وبنغلاديش. هذه العقود التي تعد جزءا من المشروعات العديدة التي ينفذها المركز حاليا في الداخل والخارج تعكس ما تقوم به المملكة حكومة وشعبا في تخفيف معاناة الإنسان في أرجاء المعمورة كافة، تأكيدا لرسالتها السامية والمستمدة من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف. كما سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية سلالا غذائية رمضانية في لقرية شيمبالونغ بابانديغلاغ ضمن برنامجه التطوعي الأول في أندونيسيا، وشمل التوزيع تقديم 1000 سلة غذائية تكفي لألف أسرة بواقع 5000 مستفيد. واستقبل أهالي القرية وفد المركز بالأهازيج الترحيبية، وقدم رئيس قرية شيمبالونغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ولحكومة المملكة على دعمها المستمر بتقديم المساعدات للمستفيدين والمحتاجين في أنحاء العالم. أعلنت شركة فوكس سينما عن افتتاح أولى صالات عرض الأفلام التابعة لها مساء اليوم في مول الرياض بارك بحضور وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد. وشهد حفل التدشين افتتاح 4 شاشات عرض سينمائي، بينها أول شاشة آي ماكس لعرض الأفلام للشباب وشاشة فوكس كيدز المخصصة لترفيه الأطفال. للمرة الثانية يضع الفريق الجراحي المختص في زراعات الأعضاء حدا لمعاناة شاب سعودي يبلغ من العمر 17 عاما، وذلك في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الرياض إثر زرع قلب ورئتين سويا في عملية تعد النوعية على مستوى الشرق الأوسط. نتابع. إنجاز يتلو الإنجاز في تطورات يشهدها مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الرياض بعد وضع فريقه الجراحي المختص بزراعات الأعضاء حدا لمعاناة شاب يبلغ من العمر 17 عاما إثر زراعة قلب ورئتين في آن واحد، عملية تعد النوعية بحد ذاتها على مستوى الشرق الأوسط. حقيقة هو يوم نسعد فيه ونفتخر أيضا بإنجاز جديد من إنجازات مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث. الإنجازات الحمد لله تتوالى في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وظل القيادة الرشيدة، وهذا مدعاة للفخر أن هذا الدعم السخي ينتج مثل هذا النتاج. العملية النوعية هذه جاءت بعد 14 عاما من حالة زراعة مماثلة ناجحة أجراها المستشفى في العام 2004، الأمر الذي يعكس متانة وقوة البنية التحتية التي يمتلكها المستشفى فضلا عن توفر الكفاءات الطبية والفرق الفنية المساندة والمؤهلة تأهيلا عاليا. الإنجاز يعتبر إنجاز عالمي لأنه عدد مراكز العالم اللي تقدر تسوي حاجة زي كده وعندها حالة واحدة في خلال 20 سنة الماضية ما يتجاوز 60 مركز، واللي قدروا يسووا حالتين زينا يعني ما يتجاوزوا 40 مركز في العالم كله، فبالتالي احنا نكون في نادي 40. بكفاءة واقتدار استطاع الفريق الطبي المختص وفي 7 ساعات متواصلة من إنهاء المعاناة التي كانت تهدد بقاءه على قيد الحياة. للقناة السعودية عبد الإله الدليم، الرياض. مسالم رجل آلي صنع في المملكة ناطق باللغة العربية، تسميته جاءت لتعزيز مفهوم رسالة الإسلام. هذا المشروع البحثي الخاص حظي بدعم جامعة الإلكترونية في المنطقة الشرقية. أهلا بك في قناة السعودية. شكرا على حضوركم. قناة السعودية هي قناتي المفضلة. ماذا تعرف عن SBC؟ قصبا نحبها. بعد 7 أشهر بدأ مسالم في الحديث باللغة العربية كأول رجل آلي يصنع في السعودية. مسالم يمثل مشروعا بحثي حظي بدعم الجامعة السعودية للإلكترونية في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.
حقيقة هذا المشروع بدأ في فكرته بعد انطلاق مشروع نيوم، وبعدها اكتشفت أن السعودية تقدر هذا النوع من التقنية، وبدأت هذه الفكرة بتسميته مسالم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله. مسالم انبثق اسمه من رسالة الإسلام التي هي السلام لنشرها وتعزيز مفهومها، كما أنه يحمل صفة التعلم بشكل سريع بعد كل محادثة. زملائي لما كنت في الدراسة في الخارج حبيت أبين لهم أن كلمة مسالم هي مرتبطة مع مسلم، مع سلام، وهذه الرسالة اللي حبيت أوصلها. وتميز بناء جسمه باستخدام الطباعة بتقنية ثلاثية الأبعاد وأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، العلم الذي يحاول محاكاة القدرات البشرية. الجسم كان جميعه في طباعة ثلاثية الأبعاد، كان نختار حنا التصميم المعين وبعدها نطبعه. بالنسبة للبرمجيات هي كانت الأصعب، وهي جعل الروبوت يفهم باللغة العربية، وهذا أصعب شيء، وخاصة اللغة العامية أيضا. ويعد هذا المنجز ثمرة متميزة من ثمار الابتعاث الخارجي في تخصص الذكاء الاصطناعي النادر الذي أبدع ونجح فيه شباب الوطن. علي الشهري، الدمام. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. مسك الخيرية تدشن برنامجا لتطوير المهارات التقنية 4,000 شاب وفتاة. أهلا بكم مجددا. اكتمل وصول القوات السعودية المشاركة في تمرين إيفيس 2018 المقام في مدينة إزمير التركية، حيث وصلت إلى قاعدة إزمير التركية وحدات خاصة من القوات البرية الملكية السعودية، كان في استقبالها العميد البحري الطيار ركن خالد العساف الملحق العسكري السعودي في أنقرة وبوخارست وأركانات التمرين. وسوف تنفذ هذه الوحدات مع باقي قوات الدول الصديقة المشاركة عددا من السيناريوهات العسكرية التي من شأنها رفع الجاهزية القتالية لدى القوات المشاركة وفي بيئة قتال حقيقية. في الشأن اليمني، استطاعت قوات الشرعية تأمين مناطق شمال وغرب حضرموت بعد يوم واحد من بدء عملية عسكرية لمواجهة مسلحي تنظيم القاعدة. وعلى صعيد آخر، تمكن الجيش من فرض حصار خانق على ميليشيا الحوثي الإيرانية من 5 اتجاهات، وذلك بعد معارك عنيفة مع الميليشيات الإنقلابية في صعدة. ضمن جهود مستمرة لملاحقة عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي في مناطق شرق وغرب اليمن، استطاع الجيش اليمني مسنودا بمقاتلات دعم الشرعية من تأمين المناطق الشمالية الغربية لمحافظة حضرموت، وذلك بعد يوم واحد من بدء عملية عسكرية لمواجهة مسلحي التنظيم في مديريات دوعن والضلاعة وحجر ويبعث الواقع شمال غرب حضرموت. العملية العسكرية التي أطلق عليها عملية الجبال السود أمنت الطرق المؤدية للمحافظة من جهة الشمال والغرب، وتمركزت وحدات الجيش على أهم المداخل والمخارج لهذه المناطق. وتأتي العملية بعد حوالي 2.5 شهر من عملية مماثلة شنتها قوات الجيش نجحت خلالها في السيطرة على وادي المسيني الذي يعد أهم معاقل تنظيم القاعدة غرب مدينة المكلا. وفي جبهة صعدة، تمكنت قوات الشرعية من فرض حصار خانق على ميليشيا الحوثي من 5 اتجاهات، وذلك بعد معارك عنيفة استخدمت فيها القوات القصف المدفعي على مواقع تمركز الحوثيين في مديريتي اكتاف وسحار. أما في البيضاء، فقد أحرز الجيش الوطني تقدما كبيرا في عدد من المديريات 20 للمحافظة، مكبدا ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران انتكاسات وهزائم متلاحقة في جبهات مختلفة من اليمن. في الملف السوري، تعرضت قواعد عسكرية للنظام والميليشيات الإيراني في ريف حماة ومحافظة حلب لهجوم حربي أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى بينهم إيرانيون. وإلى ذلك أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن ميليشيا النظام السوري كثفت قصفها بالبراميل المتفجرة والصواريخ بلدات في القطاع الشمالي لحمص، ما تسبب في وقوع قتلى وجرحى من المدنيين. جدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تأكيده على خطورة النظام الإيراني على أمن واستقرار المنطقة.
وأشار خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظير الأردني أيمن الصفدي في العاصمة الأردنية عمان، أشار إلى أن نظام طهران هو الراعي الأول للإرهاب، داعين العالم لمواجهة أنشطتها الإرهابية. وفي الملف السوري، أكد وزير الخارجية الأمريكي التزام بلاده بوقف إطلاق النار في جنوب شرق سوريا ودعم الجهود الأممية للتوصل إلى تسوية سياسية للصراع السوري. كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن أن وزارة الدفاع الأمريكية تعمل على وضع خطة لمواجهة التوسع الإيراني في الشرق الأوسط ودعم نظام طهران للإرهاب في المنطقة. ونقلت الصحيفة عن الجنرال جوزيف فوتيل الذي يرأس القيادة المركزية الأمريكية قائلا إن الجيش الأمريكي سيستخدم وسائل غير مباشرة للحد من توسع إيران في المنطقة. وقال إن الدعم الأمريكي للجيش العراقي والأكراد في سوريا يمكن أن يساعد في ضمان عدم قدرة النظام الإيراني على تهريب الإمدادات والعناصر إلى سوريا. وأشار قائد القيادة المركزية الأمريكية إلى وجود رغبة لدى القيادة العسكرية الأمريكية في إخماد حروب الميليشيات التي تدعمها إيران في الشرق الأوسط. اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تعقد القمة التاريخية مع نظير الكوري الشمالي كيم جونغ أون في القرية الحدودية مع كوريا الجنوبية، وذلك في شهر يونيو المقبل. وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عقد قمة مع رئيس الكوري الجنوبي مون جاي، بحثا خلالها تنفيذ عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية ونزعا كاملا للسلاح النووي. نشرتنا مستمرة، تتابعون فيها الاقتصاد والرياضة مع نايف وعبد المجيد. مرحبا عبد الله ومرحبا محمد. مرحبا أنا. شكرا لكم. أهلا بكم. أعلنت مؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز الخيرية مسك الخيرية عن انطلاق المرحلة الأولى من برنامج تدريبي جديد في مجال المهارات الرقمية والتقنية بشراكة مع الشركة الرائدة عالميا جنرال أسمبلي. إيمانا بأهمية الشباب ودورهم في مستقبل الاقتصاد الرقمي للمملكة، مسك الخيرية تعلن عن انطلاق المرحلة الأولى من برنامج تدريبي جديد في مجال المهارات الرقمية والتقنية بالشراكة مع الشركة الرائدة عالمياً جنرال إسمبلي. البرنامج يعنى بتأهيل 30 متدرباً على أحدث وأهم المهارات الرقمية والتقنية ذات الأولوية في سوق العمل على يد كفاءات تدريبية وأكاديمية متخصصة تم اختيارها بناءً على عدة عوامل لتطوير مساراتهم العملية. عدد المتقدمين للبرنامج فاق 800 متقدم، وحجم الإقبال والطلب دليل على الرغبة الكبيرة لدى الشباب السعودي لأن يقودوا عجلة التطور والتحول الرقمي للمملكة. ويركز البرنامج على الجوانب التطبيقية للمهارات التقنية لتمكين المتدربين من الاستفادة منها مباشرة في مشوارهم العملي. وتهدف مؤسسة مسك بهذه الشراكة إلى تدريب أكثر من 4000 شاب وفتاة بحلول عام 2021 لتأهيلهم للدخول في سوق العمل في التخصصات الرقمية والتقنية المختلفة. كما سيتم العمل على تأهيل نخبة من خريجي البرنامج ليكونوا مدربي البرنامج في المستقبل ضمن جهود مسك الخيرية الرامية لتوطين المعرفة في المجال التقني. وتعد انطلاقة هذا البرنامج إحدى أولى ثمار الجولة التاريخية التي قام بها سمو ولي العهد الشهر الماضي، حيث تم توقيع الاتفاقية على هامش زيارة سموه إلى المملكة المتحدة. تفقد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة مشروع نفق الأندلس الذي سيتم افتتاحه بداية شهر رمضان المبارك المقبل. واستمع الأمير خالد الفيصل ومرافقه خلال الجولة إلى شرح عن المشروع الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 90%، والمتمثل في تنفيذ نفق على امتداد طريق الملك عبد العزيز لتحرير الحركة المرورية لطريق الملك عبد العزيز وتيسير التنقل من أبحر شمالا إلى طريق الفلاح جنوبا.
تستضيف محافظة جدة النسخة الأولى من منتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي بعنوان من الرؤية للإنجاز استثمر في مكة خلال يومي 20 و21 من شعبان الجاري بمشاركة أكثر من 59 متحدثا من داخل المملكة وخارجها. ويهدف المنتدى إلى رفع مستوى مشاركة وإسهام القطاع الخاص واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لرفع الناتج المحلي، بما في ذلك دعم المنشآت والكيانات الصغيرة والمتوسطة لزيادة مشاركتها في هذا الجانب والانتقال من الواقع النظري إلى مرحلة التطبيق الفعلي. وأخيرا أنهى مؤشر سوق الأسهم المحلية تداولاته اليوم على انخفاض بلغ 16 نقطة عند مستوى 8208 نقاط بتداولات تجاوزت 5 مليارات ريال، فيما أنهى سوق الأسهم الموازي النمو مرتفعا حوالي 20 نقطة عند مستوى 3250 نقطة بتداولات تجاوزت 3 ملايين ريال. مشاهدينا الكرام، نصل وياكم نهاية أخبار الاقتصاد، والآن مع الزميل عبد المجيد العنزي وأخبار الرياضة، نلتقيكم بمشيئة الله. شكرا نايف، أهلا بكم في نشرة أخبار الرياضة. وقع الاتحاد السعودي لكرة القدم اتفاقية شراكة مع مركز التواصل الحكومي، وذلك لتنفيذ خطة الإعلام والاتصال لمشاركة المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم التي سوف تقام الصيف المقبل في روسيا. وتأتي هذه الاتفاقية سعيا لتحقيق الشراكة الاستراتيجية بين القطاعات الحكومية وغير الحكومية ضمن رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى إبراز مشاركة المنتخب في هذا الحدث العالمي بهدف نشر الدور الحضاري والريادي والقيادي للمملكة. خاض فريق ريال مدريد الإسباني صباح اليوم مرانه الأخير استعدادا لمواجهة فريق بايرن ميونخ الألماني غدا الثلاثاء على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وكان الفريق الملكي قد خرج من معقل الفريق البافاري في لقاء الذهاب بانتصار ثمين بهدفين مقابل هدف واحد، وبالتالي فإنه يعول على عاملي الأرض والجمهور للخروج من مواجهة الغد بنتيجتي الفوز أو التعادل من أجل بلوغ المباراة النهائية للموسم الثالث على التوالي. أخيرا من البرتغال، حيث تأهل اللاعب البرتغالي بيدرو سوزا إلى الدور الثاني من بطولة ستوريل المفتوحة لكرة المضرب عقب تغلبه على نظيره الفرنسي جيل سومن بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6-3 3-6 و7-6. كما تأهل الأسترالي أليكس ديمينار إلى الدور ذاته بتغلبه على نظيره البرتغالي جاستو الياس بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 6-1. أخبار رياضة انتهت، شكرا لطيب المتابعة. الآن الجديد في أخبار الطقس مع الزميل نايف العليان. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وعليكم أحوال الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة ويوم الغد. بمشيئة الله تعالى يتوقع هطول أمطار رعدية مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأثربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المناطق الشمالية من المملكة تشمل الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل والقصيم، وكذلك على حفر الباطن والقيصومة، تمتد بمشيئة الله تعالى جنوبا إلى منطقة الرياض، وكذلك على المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية تشمل مرتفعات جازان وعسير والباحة ونجران. وننتقل بكم الآن مشاهدينا الكرام إلى حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم غد مشيئة الله تعالى. أجواء صحوة مستقرة على سماء مكة المكرمة وسماء غائمة جزئيا في المدينة المنورة، وسحب رعدية ممطرة بمشيئة الله تعالى مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض، سماء غائمة جزئيا في الدمام، وسحب رعدية ممطرة بمشيئة الله تعالى مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على بريدة وحائل، وسماء غائمة جزئيا على المناطق الشمالية المملكة تشمل سكاكا وعرعر وكذلك في تبوك. أجواء صحوة مستقرة على سماء جدة ونسبة رطوبة عالية على السواحل الغربية للمملكة، وسحب رعدية ممطرة بمشيئة الله تعالى مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية على المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية تشمل مرتفعات الباحة وعسير وكذلك في جازان ونجران. هذا كان كل ما لدينا مشاهدينا الكرام، شكرا لكرم المتابعة وإلى اللقاء. لم يتبقى إلا تذكيركم بالعناوين. المملكة تدين تفجير كابول الانتحاري وتعلن وقوفها مع أفغانستان ضد الإرهاب والتطرف.
الجيش اليمني يحاصر الحوثيين في صعدة ويتقدم في البيضاء. وزير الخارجية الأمريكي يدعو المجتمع الدولي لمواجهة أنشطة إيران الإرهابية في المنطقة.